بعد اللف في ضرب البرابره يجي على مدينه الانتاج. لا والغريب دخل ازاي ده؟ لولا ان انا ليا واحد صاحبي في الامن ما كنتش عرفت ادخل. طبعا الست هانم دخلته بعد ما خلصوا شراء النجف من ضرب البرابره جاي يوصلها شغلها. ايه ده، استنى يا اشرف، اركن اركن عربيتنا. ايه، استنى المنزل اشوف. طب تعالى معايا، تعالى. انت عايز ايه من العربيه دي لو سمحت؟ انا كوافير الاستاذ. استاذ؟ هو هشام عنده كوافير؟ استاذ مين يا ابني؟ استاذ اهو. ده مش ده الفنان سليمان عيد؟ هو والله. ازيك يا نجم؟ ازيك، انا بحبك جدا، انا فريند ريكوست عندك بقالي 10 سنين والله يا نجم. يا نجم؟ طب والنبي خش جوه اقول لهم يا نجم، قول لهم ان انا نجم. انا اقول لهم طبعا. ده بيجيبوني بالعشر ساعات وفي الاخر بصورش غير مشهد واحد، كل فيلم بصور مشهد واحد بس. بس بيكتبوك على التتر ضيف شرف. ما هو كل مره ضيف، ضيف، مفيش مره صاحب مطرح. ده انت صاحب مطرح كبير قوي في قلوبنا، ده انت على طول بتضحكنا، وخصوصا الفيلم الاخراني بتاعك ده الانس والنمس. اه ده اولادي اتفرجوا على الفيلم قالوا لي انت مش فيه يا بابا. ازاي بقى، انا شفتك فيه. بس انت تلاقيك عشان كنت عامل عفريت هم ما خدوش بالهم. انت ابن حلال قوي. ايوه، وفي دور تاني فيلم كان تراجيدي كده. هو ده عمل تراجيدي؟ ايوه ايوه، فيلم واحد من الناس. ايوه واحد من الناس، شفت بقى. اه ده انا تعبت قوي في الفيلم ده على ما لقيت حد شبه يعمل الدور يعني. ايه ده، ومش انت؟ لا اصل انا اي دور حزين ما بحبش اعمله، ما بحبش ازعل الناس يعني. اه بس ده شبهك بالظبط. ما هو ده التقمص بقى بتاع الفنانين. انا حبيتكم قوي قوي، ممكن اخد صوره معاكم عشان اقول لاولادي يعني ان في حد معجب بيا. لا قوي قوي، بس اقبل طلب الصداقه بقى، ولا انت عشان مشهور مش عايز تطبطب على الجمهور؟ لا هقبله هقبله، ده انتوا طيبين قوي. ممكن بس بعد اذنكم يعني تضحكوا قوي وتنبهروا بيا. أيوة. وانا لا مؤاخذه يعني مش هعبركم في الصوره يعني. ايه ده؟ ماشي يلا انبهر. انبهروا قوي بيا. خلاص بقى كفايه كده. انا متشكر قوي قوي. هو فين سواق العربية دي؟ السواق فين يا علي؟ هو سواق العربية دي طويل وعريض كده واسمه هشام؟ ما قلت يا علي دلوقتي، يبقى اسمه هشام ازاي يعني؟ لا اسمه هشام. لا استنى يا أشرف، العربية دي مش عربيتنا، مش نمرها. ايه ده؟ إيه؟ مش نمرها ازاي؟ دي مش عربيتنا فعلا. ما انتوا معجبين بالعربية مش معجبين بيها؟ يبقى هشام ركبني عربية تانية. أمال فين عربيتنا؟ مش عارف. اشترك في باقات واتشة الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.